اخصائي اجتماعي، الكلام ده تروح تقوله في همسة عتاب. يا فندم يا فندم اقرا التقرير بتمعن. قريته قريته. حبه حبيته من قلبك؟ حبيته يا فندم. اهو بحبك. مش بحبك. من قلبك بحبك. لا كده مش من قلبك. بحبك. في ايه يا هالظابط؟ انا مالي وما ظروف العيال العائليه؟ انا هتبناهم؟ انا ما تهمني ظروفهم، انا كل اللي يهمني المخدرات. فين المخدرات يا هالظابط؟ فين المخدرات؟ اتفضل. ايه ده؟ اتفضل. يا نهارك اسود ومنيل، ايه اللي انت شايله ده؟ فرش. فرش؟ فرش حشيش يا فندم. ماركة سيبها وخدها يوم السبت. نعم؟ لو مش فاضي السبت خدها لحد أمان يعني. شكلك هيحبسنا الاتنين الصبح. ايه ده؟ يا فندم ده اللي هيوصلنا طريق المخدرات. توليفة عاملها عند العطار كده. وعملت كده ليه؟ اللي ليه اتزنقت؟ العيال اتورطت معاهم يعني، وعايزين يعملوا دماغ بلدي وعلى حسابي، فتصرفت. انت جننت بقى؟ بدل ما تعرف العيال دي بيجيب المخدرات منين، تشتغل لهم انت تاجر مخدرات؟ وبعدين العيال المدمنين دول هيأثر فيهم شغل العطارين اللي انت عامله الفالص ولا؟ يا فندم ده مفعوله كده. استنى. مفعول ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ ايه؟ ده انا لافف لك جوينت الصباحه. مين؟ فلتر كرتون. إيه؟ عريق اول ما تصحى ولح. انا ما بشربش الحاجات دي يا فندم. اسمع مني. ما بشربش الحاجات دي. هولعه لك انا. انت ثابت يا هالظابط؟ بتاع ليه ما تولعش في بيتي ابدا؟ انا هحولك للتحقيق فورا يا فندم. انا هوريك شغلك. عالكسفة اللي انت فيها يا حازم. حازم هبتي في ايه يا حازم؟ معلش يا بيه، اصل انا سمعت بسيونو بيزعق فقلت يمكن بيزعق لحضرتك فاندفعت يعني. لا ابدا، احنا كنا بنشتغل انا وبسيوني. خلي بسيوني الحرس ده رجعه المكتب عشان نبقى نعدمه. ها؟ عشان نعدمه. انت بتعمل كده ليه؟ بتعمل كده ليه؟ مش فاهمك. علشان حخنقه قبل ما اعدمه. آه. عشان مش عاوز يفهم الحرز. ايوه علشان هنعدم. ايوه ايوه لفت لك منه الصباحه. ايوه ابو كرتونه. اه كده هضربه بالنار قبل ما اعدمه. تعالى ورايا الحرز. ايوه تعالى ورايا. حاضر. ما تشنقوه احسن يا باشا. انا مش هستنى نتيجه التحقيق، انا هضربك بالنار يا فندم. يا فندم افهمني، ما قداميش حل تاني، لازم اعمل حفله عند سعادتك هنا في البيت. ده انا لو مراتي عرفت هتذبحني يا فندم. عشان المهمه دي تنجح انا عايز قلبك يبقى قلب اسد مغربش تفوت في الحديد. مش ده كلام سعادتك اللي قلته لي؟ وانا لا يمكن اسمح لك انك تحول بيتي لجرسونيره. البيت ده اللي عمره ما دخلت فيه واحده ست غير مراتي والشغاله واحيانا حماتي. ده لو اعتبرت ان دول ستات جاي بعد العمر ده كله تدنسوا انت. خلاص يا فندم مفيش مشكله، انا هطلع السيد مساعد الوزير احطه في الصوره وافهمه ان المهمه بتبوظ عشان سعادتك مش متعاون معايا. اعلى ما في خيلك اركبه. يا عيني يا يا حسومة. ده حازم. اما اللي هيكون عمر. مين؟ عمر شارب اصطباحتك. الجركة ابو كرتون. يا فندم الاصطباحة اللي عاملها لك بتاعت العريق دي. يعني كان زماني انا بطرحه. فندم النبي يا فندم اعمل معروف بقى، خلينا اجيب الولاد هنا ونعمل الحفلة. هتفضح. انت بتقوله ده لا يمكن يحصل الا على جثتي. كده العيال هياخدوا بالهم بره. يا ريت يا اخي ياخدوا بالهم، ويا ريت يكون عندهم دم وياخدوا بعضهم ويمشوا. هي دي الحفله اللي عدايه
جايب لك هارب ومزمار بلدي. قول لي لها حفلة طهور يا سيباسيوني، ده انت ناقص تجيب لي حصان في البيت. والله دورت ما لقيتش ولا حصان. ده انا كنت اضربك بالنار. انت هو حصان في بيتي؟ انت مجنون يا فندم. معلش عشان انت نسيت احنا في مهمه يا باشا. ملعون ابو جيب مهمه. تتفضل. بقول لك يا جرع انت بسيوني ولا زفت؟ بفكرك قبل الساعة 12 تكون مسرب الكلاب الضالة بتاعتك دي من هنا. 12 ما نلحقش، يبقى لسه فكرة الساحر. ساحر؟ ايوه. لو انت هتجيب لي ساحر كمان، ساحر هنا في بيتي فندم. انا اللي هعمل لك ساحر واخد عينيك في ايديا. انت مجنون يا سيباسيوني؟ ساحر فندم. بص، شايف العيال مسجنين بره على الاخر والخلطة ماشية زي الفل عشان خاطر يا فندم. هم دول عيال، دول عيال سفلة جايين. انت بترمزني زي يوم الحرز جايين. اه. وازيك يا ابو العزايم؟ وايه القمصان دي المسخره؟ ميه وبحر يا راجل، ده احنا بردنا يا راجل. انت جميل. ايه بس يوني سايبيننا واقفين هنا ليه بقى؟ سايبينكم معقوله؟ ده انا كنت بتكلم مع عزمي في موضوع كده يا جماعه. هاف فن. البيت بيتكم. خدوا راحتكم، كسروا الحيطان، اعملوا اللي نفسكم فيه. مش انا كنت خايفه يعني لا يكون القبطان عزمي بيه يعني متضايق من وجودنا ولا حاجه. القبطان عزمي بيه؟ لا لا يا جماعه، احنا نشيل الكلفه بقى. قولوا له يا وادي عزمي يا ابو العزايم يا زولا. عزمي ده راجل هلاس طول عمره ويحب الهلس، مش كده ولا ايه؟ اه طبعا. ده هفن 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 هفن. طب على اذنك بقى يا عزمي باشا، انا وانجي عايزين نقول كلمتين كده على جنب. ها طيب، وهتسيبني هنا لوحدي؟ اسيبك ايه؟ مايا خدي راحتك على الاخر. طب يا مايا على الاخر. روح يا هاف فن معاهم. فن فن. روح يا هاف فن. هاف فن معاهم. سيادة القبطان، عاوزة ايه؟ انا خلاص قررت تعلمني الغطس. يلا غطسني غطوسة. ايوه، مفيش انابيب تشيل الحجم ده. هحاول اشوف لك فنطاس يقدر يشيل ان شاء الله. لا انا عايزة اغطس دلوقتي. فين؟ هنا؟ ايوه في الشقة. عاوز تغطسي في الشقة؟ يعني انا مش هغطس. كسرت المكتب. الله، حلو قوي الجو ده يا بسيوني. انا فعلا كنت محتاجه تغيير. يعني هو ده التغيير من وجهه نظرك؟ اوف كورس. واحد يعني لازم كل فتره كده يغير من موده، يعني يعمل كده حاجه اورينتال عشان ما يزهقش. بس على فكره يعني التغيير ممكن يبقى مش من بره بس. اه بس يوني، انت عمرك حبيت بجد؟ هو في حب بجد وحب كده؟ طبعا الحب اللي بجد هو اللي يستاهل ان الواحد يتغير علشانه. فوزي يا مسافره وعامل حفله، بس حازم جالك على غفله. ما تفهمش غلط، انا بعمل كل ده عشان مصلحتك ومصلحه اختك. صدقني. مصدقك طبعا يا بيه، بس انت المره دي فرطه منك جامد يا بيه. مش لما انت ليك في النظام ده تقول لي برضه حازم حازم حبيبك؟ نظام ايه؟ هظبطك. انت فاهم غلط. على العموم بص يا حازم، انا هشرح لك كل حاجه بعدين. تشرح لي ايه يا باشا بلبس الالعاب اللي انت لابسه ده ساعتها؟ حلو طبعا يا باشا. ماشي مع الشبكه اللي بره. شبكه ايه؟ الشبكه يا باشا اللي بره يا باشا. عشان كده حضرتك حطتني في الاداب عشان اتستر على جرايمك. يا بجل افهم، انا فعلا ابتديت اجراءات نقلك، بس انت ساعدني. نقل ايه يا ابي وتكلفه ايه؟ كنت مثل الاعلى وخلاص انهارت يا سفاح الاندر ايدج. اخرس ولد حازم. عزمي حبيبي وحشتني. عزمي انت نمت ولا ايه؟ روحي دلوقتي ما وحشتكش يا حبيبي. وحشتني بس. ايه ده؟ فظيع قطك دي. ها قطك. ايوه سريرك. ايوه سريرك ده. والحافي بجد. ايوه بجد يا عزمي. أيوه. وحشتني موتي حبيبي. وحشتني بس روحي دلوقتي. بعدين بقول لك ايه يا عزمي. نعم. الجو ده ما بيسرش جواك اي مشاعر ناحيتي. مين دي يا عم المسير؟ دي مجموعه من الاندر ايج جايه تسلم عليها. اه ربنا يوفقك يا باشا. طيب. نعم. طول عمر الاولاد معايا بتاكل، شكل الشايب كده هو اللي هيقش.